التربية المدنية وكرئيس لشبكة نوادي التربية المدنية بولاية الكاف، حبيت نأكد على أهمية هذا العرس الانتخابي اللي عشناه اليوم الأحد، لكن قبل ذلك ما يهم كل ما عشناه في الأسبوع الفارط أو على امتداد الأسابيع الفارطة هي الحملات الانتخابية والتي قمنا بها في كل من المؤسستين على امتداد الأسبوع أو الأسبوعين. لما حاولنا جيدا أن نركز مكاتب اقتراع بكل من المؤسسات التربوية وأن يعيش التلاميذ هذا العرس الانتخابي المتمثل في الترشح لعضوية برلمان الطفل للفترة النيابية 2019-2020. كذلك نحب نأكد اليوم على الفرحة التي رأيناها في أعين كل التلاميذ والناخبين على المراحل التي عاشها التلاميذ، وكذلك قمنا في على امتداد أسبوع كامل تحديدا يوم الجمعة الفارط إذن نظمنا للتلاميذ البرلمانيون، إذن نظمنا مداخلة بعنوان أطفال برلمانيون بجهة الكاف يقظة مستمرة في مواجهة الفساد، واستضفنا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتحديدا بمقر مركز الديمقراطية والتنمية والمواطنة بالكاف. قد استفاد التلاميذ أيما استفادة، كما قمنا بتقديم لمحة لكل تلاميذ على كل ما سيدور في مكتب الاقتراع وفي اليوم بمركز بالنادي العالمية الموجهة للطفل بولاية الكاف، وشكرا.